يا صحتوت صحتوت طو راقد يا صحتوت قاعد قاعد يا صحتوت صحتوت قاعد اسقن يا رب شم جايبك وقت سحور شم جايبك اسقن شم جايبك قاعد يا صحتوت قاعد عليك 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 كردونا خلاه بحذاك باي شني؟ كردونا خلاه بحذاك اسقن راني منبه عليك خوي ما تعدنيش تترك وتجي تخبي عندي خلينا رايد يا ودي ما تخافش حاجة خفافية حاجة خفيفة برا تاع مصروف تاع مصروف يا ترى علاش هبطت المرة هذي ترى؟ قول لي علاش هبطت المرة هذي اسقن والله كان قولك تنفس طبعك علاش هبطت؟ هبطت على الاستعجالي استعجالي؟ يعطيك عزيز قن منظاك واك 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 الحق خلي استعجالي ايش فيه؟ اش فيه ما تستعجلت حتى الدراج ما يتكسب هو يا داني قلت لك حاجه خفافي تاع مصروف والله نقا مشيت باش نقيس في الدم نقا خارجي دخلت نقا كردونه كمامات زين اش تعمل بها تقلنا ضربات الفارغه هذه تبع ضربات صحيحه ولا سايب عليك وشكون مش شراها من عندك انت هذه تو شوف شراها من عندك يا دي انا مش نحير فيها تو نتصرف فيها قالوا ما تبرع بها الكورونا للسبيطار شنو شنو الكورونا كورونا تبرع بها مو كورونا كردونا كمامات للسبيطار كورونا اللي بيع في الشراب والله والله ضحكني كورونا اللي بيع في الشراب تبرع بكردونا مش يحارب الكورونا زوز قالوا كريد انا حيت منهم كردونا اخر من غيره والله فيه خير اخر من غيره خير من برشا ناس برشا ناس خلاها عندك تو نتصرف فيها اسقن يا اخي ني الدب نتاعك شنو هو الدور تترك تترك وتجي تخبي عندي ما يساعدنيش اخوي شنو هو ربحي انا؟ يا نقار شنو هو تو هذا قلت لك انا نتاع مصيريف وبرش عندك فيه موكش دب تاخذ نفكتها نتصرف فيها باهي فكتها وين مش تفكتها؟ اش عندك فيها تعرف السجن ما يحيرش يا عجبكش عجب انا مش نهير تو نبيعها حتى لما نبيعها نبيعها حتى لوزارة الصحة الصحة وانت هالدور تعمل فيها عجبتها لوزارة الصناعة هاني يلوج على الصفقة نتاعك ما بيت هذاك اللي بيك يا الله تو نوصلهم له مالها وزير الصناعة هذاك يلوج على صفقة نتاعك والله هاي فرصتك جاتك ليدك هاي مسهلة هاي السرقة هذي مسهلة نبعثهم له مع النايب ما قال ما في باليش بيه نايب ولا شنو نتاع الشريك اسمعني تو انت جاي لي تشيح لي في ريقي تو ضربت ضربتك ودبرت راسك متمردني معاك ليه برا يرحم بيك تو جايني وقت سحور اسمعني عاد ركز لي انا قار انا ما جيتكش على كردونه اش عندك تو شديتها لي في الكردونه قلت لك ماشي نقيس في الدم نلقى الاستعجالي هزت كردونه فيه اي من عجيني حتى انفقتها جاي مش عندك تسبقه لو ما عنديش والله على الحديد والله لا رد عليك كل شيء نعرف نعرف خويا مقاين لا خالص في الزرب زدمش كان نمشي نخدم الارواح ناي شنو؟ فز تو لما لا سقن من غير ما تحاول شنو؟ خويا رمضان وسنساي وخويا خليني هكا من غير ما تحاول قلت لك لا 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 السرقة في رمضان لا يا ودي تقعد نخدم على ارواحنا مقينا انا يا ودي قوي برا مقينا شنو نعمل الواحد يصبر شو تصبر سي ساي وزيد يسرق يا ودي تو وقتها السرقة تو خلوا فروخة نقاب تسرق تو وقتها تو وقت الكورونا السرقة الضربة الصحيحة تو والله تحب الحق فروخة ولا تسرق نقاب ايش نعمل يا اخي الواحد يطيح قدره بروحه زادة نيا نمشي لماري للفروخ ونمشي نسرق مع الفروخ خليه يقعد ضحكه وسط الدوار النقار ينقز مع الفروخ شبيك زقل ما تخلوهم الفروخ تسرق نقار انا انت فارس الواحد نقار وجاي داخل عيد تعرف راه من قبل الكورونا ما ضربنا حتى ضربه يقول لك كيف اخو والله صدقني البارح شاف المركز عيط لي شاف المركز شبيك قال لي زقل والله دخلت بعضها في الكورونا قال لي كنا نعرفهم كعبتين وكعبه السراق هاك انت وصحتوت وجماعه معناتها عندكم تجربه وتعرف علاش تهبطوا وتعرف كيفاش تعاملوا في المصروف قال لي ولد فروخ فروخ اللي جيت اللي هذا معناتها هبط على حماصه وهبط على كذا والله قال لي تخلطت علينا ما عادش فاهمين شكون يسرق زيد الظرف ميزري يا نقاد ياسر ياسر اللي كان يخدم في قهوه بطل واللي كان في الطياب بطل والظرف من مدمر ياسر حتى هنا تبارك نادوني نتاع الابحاث مشيت غاديك نتاع الابحاث زاد ثم جماعه هابطين على حماص وخالعين بالرشكل نتاع الواحد البلوكيت والله وحشمتني قدام الابحاث حشمت قلت هذا وي خالد هما عيطوا لك الواش عيطوا يا جات فيه ما استفادوا من الخبره نتاعي شنو قلت لك شور ليا خلينا برشكل خلينا بالواحد هذا حديد طريقه قلت لهم عليه هاك تطيحونا في قدرات ليه هاك
شور ليا برشك داك داري واحد يعمل عمله ولا زوج فروخ يتهجوا فيها الناس الصحاح القريبه على الصراخ الصح لانه مثل البلوكيت هذيك بيدين الوهو الناس تلعب صراخ اخر زمن يا صحتون والله العظيم هذا ما الصراخ في زمن كورونا كيفاش يا حسره عليك يا صحتون ايديك كانت تجمد الماء يا حسره والله العظيم تعمل هكا الشورليه تجيبها في اثنين تعرف سجن والله البارح قاعد وحدي بعد ما حليت فتك قعدت اخمم في الموضوع هذا برشوليه تحب الحق يلزمنا نتحركوا يلزمنا نتحركوا يعني قاعد نتصرف انا نتحرك انا ندبر في ما مش نتحركوا مو غادي مش نتحركوا مو غادي مش حسرقه كل شيء بعتني جيد التطبيق بعتني كل شيء جيد اعطينا نتحركوا في تشكيل نقابه علاش ما تجيش كاتب عام انت والله تتحرك يا ترى كذا تجي كاتب عام ونما اي مناطق جهو بالولايات الكل عصر الراجل الكل ليك نعمل نقابه بتاع السرية اي نقابه بتاع السرية كل شيء يا زقن يا اخويا فهمني يا اخويا فهمني يا زقن يلزم الواحد يحط الباكو تحته لا قدر الله كثير سخطه في هالبلاد نوح له غادي ما عادش عندنا وحنا وريد والله يا الكورونا هذه لازم نرجعوا في حساباتنا هذه فرصه حتى انا ربي باش نرجع حساباتنا راهو في الكورونا والله بصراحه يا صحتوت قطاع السرقة مهمش في تونس. ياسر ياسر. قطاع وامورنا حابسة. تنجم تقول تضرب قطاع نتاع السرقة تو. تو اش بيه يعطوا فيهم في 200 ألف جماعة 200 ألف. والله. اش بيه احنا ما يعطوناش حتى. شوفوا مع الدولة كان جت عندنا نقابة نجموا نطالبوا راهو ويدمجونا خويا. على الأقل يعوضونا تو أنا حابسين. والله ايش حاب تعمل؟ سايبنا المفرخة تسرق وكذا. نكتبوا في المفرخة. بصراحة أنا قاري خويا على الأقل لازمنا ضربة قبل الليل. تو نقول لك. حتى نيع الحديدة واش مش تضرب ما ثم شيء مقابلني ما ثم شيء ما ثمش حاجة مقابلاتك هكا خلينا نتحركوا على الأقل ماذا أنا على جيتك يا اسمعني أكردونك ما مات وهذا سردوك ودندونة ودجاجة كيركة اسمعني الريش ما عادش اسمعني اسمعني عندي ضربة ماهيش رزينة نتاع مصروف نتاع عيد نعدوا بها العيد ما حاجة أعطينا احنا ننقذوا روحنا في العيد قصيم أعطاها ربي ما يقولش الواحد لا قصيم عطاه ونبعثه لك ربي ما تردير باه البس دبشك كنا مش نعملوها الليل هاي في خلنا نعرف شنو وخي هكاك ماشي زقن يا ودي عندك فيها انا كنوريك حاجه صحتوت انت تعرفني راني ما نمشيش من البلاصه ما نعرفهاش اخويا فهمني الموضوع انا مش على قاعده نهز معول ما نهزش معول انا هاللبسه اللي مش تمشي معاي هكاك الداخل شبيش يا ودي عندك فيها مش تهبط المره دي تعرف على شنو مش تهبط مش تهبط على داري دارك هاي اشتهبت على داري شنو دارك يا زقن اشتهبت على داري يا ودي شنو تحب تخليني ضحكه خير راني عجبكش ولاد قطع واحد هكا شنو لا يا اخويا ما نعملهاش يلعب ليه شنو ندور على بعضنا سراك في بعضنا هي شنو المشكله انا مصرح لك انا قال مره عندي ومره عندك ودي راني تعلمت بضمير ثم الضمير يحكم فيا يا زقن عايش كيرحم الضي يا ودي شنو عندك فيها انا مصرح لك انا قال اشتهبت على الدار نتاعي يا الدار تاعك جات على الدار تاعك اش فيها الدار تاعك تي خرب اش فيها ما يتهز يا ودي ما عندي المراه اللي كنت اخذها هاي ما فكتها يا الدار فكتها الدار ما فكتها ما كيفاش وسمعت بها من فلوس النفقه يا نقار النفقه شاريه التلفزه بلازما بلازما هاي في رمضان تفرج في المسلسلات تحب تخليها تدهدس يا نقار شنو نترك الدار تاعك هاي التلفزه لا زقن لا زقن لا اش فيها كندور عليك هكا يا ودي نتاع المراه اش عندك فيها؟ كيفاش نتاع المراه نزيدها؟ لا ثم ضمير ثم واحد بلازما هي ولا بالكرش؟ يا ودي بلازما باهي بلازما سمعت شاريه بلازما متفرج قلت لك فيلم ومسلسلات وكذا والله تحب تخليها تضهر المهم انت رد ما نحبش انا اخر ظل الضمير بتاعي انب فيه يا ودي اش من ضمير الضمير فيها سرقه ضمير يا زيزقل احترم روحك انت راك تعرفني انا راني السرقه نخدمها بضمير باش تكون مش كيفك الجماعة يا انا جماعة زاد اش عندك ماشي جماعة الكرافاتات داخلين فرقة واحد حطب ها هرات يا لهز وبر لا لي بضمير وبقلب ورب حتى انا اش تعرفني معاك انا تصرح لك خويا زقن ما دام لحقت علي كن مهم كن مهم نعرف خويا راجل لعب لا نعرف خويا صحتوت راه زقن كن متهني لو قلت لك كلمة ما عادش تعرف احسب روحك تسابق زقن كن مهم هاي ما انا نتوكل على ربي هاي شوية عاد خلي الواحد يتسحر ونمشي شنو صح؟ هي خلص تحرق ونمشي شو سرق صايم يا صحتوت عجب مالاش نقولوا اللي ينهبوا فينا ويسرقوا فينا وهم يصلوا هاي مالا تعرفش بيه آه. نتصحروا مع بعضنا ونقضوا رب هاي بره طيب.